امرأة تقول: هل اللبس على الموضة حرام؟ الموضة ما نعرفها، نحن نعرف اللبس على شريعة الله. الله سبحانه وتعالى أمر المرأة المسلمة باللبس الطيب الذي لا يجسد جسمها ولا يظهر عورتها، هذا هو الذي نعرفه. أما الموضة فما معنى الموضة؟ هل إذا قالت الموضة ارفعي ثيابك وأظهري قدميك استجبنا لها؟ هل إذا قالت الموضة أظهري بعض من ساعديك ويديك هل نستجيب للموضة؟ لا نعرف الموضة، بل إن الموضة أقرب ما يكون من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله. قال: فمن هم اليهود والنصارى؟ إذا فعلوا فعلا فعلتم مثل فعلهم، هيئة لباس معينة فعلوا مثل فعلهم، قصة شعر معينة الشباب يفعلون مثل فعلهم. يعني الآن وفي غرابة شديدة، الآن الموضة قالت أن الشباب يلتهون، الشباب قالوا سمعنا وأطعنا للموضة، لكن عندهم قول الرسول محمد نبيهم الكريم: أعفوا اللحى وأحفوا الشوارب، ولم يفعلوا. فلما نادت الموضة عليهم أن اعفوا لحاكم تجدهم مسرعين لذلك. كذلك في أكثر من أمر، إذا دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم، دعاهم الرسول لتقصير الثياب وحثهم على ذلك، فلما ندتهم الموضة بذلك سارعوا إليها. فلا نعرف الموضة أيها الإخوة، نحن عبيد لله، نحن عبيد لله، نعرف أن الله حرم علينا لبس على الرجال لبس الذهب والحرير. فإذا جاءت الموضة بلبس للرجال الذهب هل نلبس؟ أي الكلام نطيع ونتبع كلام ربنا ورسولنا أو كلام الموضة والغرب الكافر؟ فأيها الإخوة الأكارم، إلزموا حدود الله سبحانه وتعالى، واتبعوا القرآن والسنة ولا تتبعوا من دونهما شيئا. قال الله تعالى: ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فالله يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فلا نعرف إلا ما أمرنا الله به وما أمرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم.